الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. زيارة إلى المتحف الوطني في لندن، عباد الشمس شغف فينسنت فان غوغ. قد تبدو لوحة عباد الشمس للرسام الهولندي فينسنت فان غوغ مألوفة لدى كثيرين، وربما تتضارب الآراء حولها. لا عجب، فهي من أشهر اللوحات العالمية ومصدر فخر فان غوغ الأكبر. ولكن هل كنت تعلم عزيزي المتابع أنها واحدة من 7 لوحات كان محورها زهرة عباد الشمس؟ وقد كان نصيب المتحف الوطني في لندن منها هذه اللوحة التي نقدم لك الفرصة لزيارتها معنا في هذا المقال. يحرص معظم زوار المتحف الوطني في لندن على رؤية لوحة عباد الشمس لفان غوغ في غرفة 45، حيث تعد واحدة من أكثر اللوحات الشعبية، وتلقى المنتجات التي تطبع عليها نسخة من هذه اللوحة إقبالا كبيرا من الزوار. فما هو سرها؟ قصة اللوحة: انتقل الفنان الشغوف فينسنت فان غوغ إلى مدينة أرل في جنوب فرنسا في شباط عام 1888، لكنه عانى من الغربة والوحدة، وراوده حلم إنشاء جمعية للفنانين يكون مستشارها الفنان الرائد بول غوغان. فقام في ربيع ذلك العام بدعوة غوغان لينضم إليه فيما يسمى بالبيت الأصفر الذي كان قد استأجره هناك. وفي انتظار غوغان قضى فان غوغ صيفا فنيا مثمرا، عمد من خلاله إلى إثارة إعجاب فنانه المفضل، حيث رسم عدة لوحات لتزيين غرفة غوغان كعربون لصداقتهما وشراكتهما المنشودة. كان الشغف فان غوغ حينها أزهار عباد الشمس، التي أصبحت في وقت ما مرادفة لفان غوغ بعد رسمه لسلسلة من 7 لوحات عنها. توزعت في عدة متاحف لتكون اللوحة الرابعة ذات 15 زهرة من نصيب المتحف الوطني في لندن. ولا تزال النسخ المتعددة والمطابقة لهذه اللوحة محط جدل الباحثين في مجال الفن. لماذا عباد الشمس؟ كان لأزهار عباد الشمس أهمية خاصة لدى فان غوغ، إذ كان اللون الأصفر يوحي له بالسعادة، بالإضافة إلى كون هذه الأزهار رمزاً للإخلاص والتفاني في الأدب الهولندي. إلا أن الأطباء والمعالجين النفسيين الذين تابعوا أوضاعه الصحية عبر السنوات كان لهم رأي آخر، فقد كان فان غوغ يعاني من نوبات شخصها الأطباء على أنها صرع الفص الصدغي، إذ كان قد ولد بأذية دماغية تفاقمت بسبب إدمانه الأفسنتين، وهو شراب مسكر كان شائعا بين الفنانين في ذاك الوقت مما سبب له الصرع، بالإضافة إلى احتواء هذا الشراب على سم الثوغون الذي يؤدي عند تناوله بجرعات عالية إلى رؤية الأشياء باللون الأصفر. ويعتقد بأن أحد أطبائه قد عالجه بعقار من فصيلة الديجاتاليس، والذي من المحتمل أيضا أن يسبب رؤية الأشياء باللون الأصفر. وهنا اختلف الأطباء في تفسير انجذابه الكبير لهذا اللون، وأشار أحد أطبائه إلى تناول غوغ لرقائق من الألوان خلال نوبات مرضه، وبسبب احتوائها على الرصاص سببت له التسمم بالرصاص الذي يؤدي إلى تورم شبكية العين، مما يسبب رؤية الضوء كهالات حول الأشياء، وهذا ما نراه في كثير من لوحاته. وتظهر الأزهار في هذه اللوحات بمراحل مختلفة من الذبول، مما يذكرنا بدورة الحياة والموت ويعكس شيئا من حالته النفسية. تجارب لونية: بانتقاله إلى باريس عام 1886، لاحظ فان غوغ الذي يعد أبو المدرسية التعبيرية الألوان الجريئة لرواد المدرسة الانطباعية في الفن مثل رينوار، واستخدامهم للألوان الزاهية والمتضادة بجانب بعضها، كما لفته استخدام طبقة سميكة من الألوان مع ضربات فرشاة بارزة أو ما يسمى بإمباستو،
وقد عرف أيضا عن الانطباعيين استخدامهم لموضوعات من الحياة الواقعية والتشديد على استخدام الأشكال الهندسية مع بعض التحريف لإضفاء تعبير إضافي عليها، كما قاموا أحيانا باستخدام ألوان غير طبيعية أو اعتباطية مما يعزز الانطباع الذي يعطيه الشكل الهندسي. سلسلة لوحات عباد الشمس اتبعت هذا النمط، حيث أعطت ضربات الفرشات البارزة ذات المظهر النحتي شكلاً وملمساً لبذور دوار الشمس، كما ظهر اللون الأصفر للأزهار على خلفية زرقاء ليعود في النسخ اللاحقة كهذه النسخة ليرسم الأزهار في مزهرية صفراء متموضعة على طاولة صفراء وبخلفية لحائط أصفر لتبدو اللوحة مع ذلك مشعة. ولحسن الحظ كانت نوعية الألوان قد تحسنت في حين رسمه لهذه اللوحات، مما أبقاها نابضة بالحياة ومحافظة على جودتها الأصلية. ورغم استخدامه لبعض تقنياتها، لم يكن فان جوخ مؤيداً للمدرسة الانطباعية بشكل كامل، حيث اتهمها بكونها زخرفية بحتة. لذا يعد فان جوخ من رواد المدرسة ما بعد الانطباعية التي كانت أكثر اهتماماً بتوظيف معنى ورمزية للأشياء المرسومة. نهاية مأساوية. وصل جوغان أخيراً في أكتوبر عام 1888، ولكن بدلاً من الشراكة الفنية الملهمة التي كان يصبو إليها، تلقى فان جوخ انتقادات موجعة جعلته غير مستقر عقلياً بشكل متزايد. فبالإضافة لنوبات الصرع، عانى فان جوخ من نوبات اكتئاب تليها فترات استقرار ومن ثم فترات ابتهاج شديد، أي ما يسمى اليوم بالاضطراب ثنائي القطب. ولعل شهرته بقطع أذنه خلال إحدى النوبات توازي شهرته الفنية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد قام خلال إحدى شجاراته مع جوغان بإشهار المسدس عليه، مما اضطر الأخير لإنهاء إقامته معه. وكنتيجة لذلك فقد اضطرت السلطات عام 1889 أن تقوم بوضع فان جوخ في مصح ليتم بعدها إدخاله مشفى للأمراض العقلية، ومكث هناك حتى عام 1890 حيث انتحر بإطلاق النار على نفسه عن عمر 37 عاما، منهيا مسيرة فنية لم تتجاوز 10 سنوات كانت كافية لتخلده في ذاكرة الفن العالمي.